السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. بقدم لكم بهذا الفيديو، وهو فيديو طويل الأمانة، النظرة الأولية لمنتجات هواوي الجديدة، واللي للأمانة أشوفها مثيرة جدا للاهتمام. فعطنا رأيك، قلنا وش أفضل منتج عجبك. الشغلة الثانية، إذا كنت بتسألني عن الأسعار، إلى الآن ما عندي المعلومات الرسمية عن الأسعار، لكن أوعدك أنه مجرد ما يتم ذكرها راح نحطها لكم في خانة التعليقات أو في خانة الوصف بإذن الله. زيد عليها أنه لا تحرمونا من دعمكم. فخلونا نبدأ مع أول منتج، الفري بادز 4. الجيل السابق الثري صراحة سماعة مميزة لأنها أوبن إير. الأوبن إير بشكل مختصر وبسريع جدا هي اللي تتعلق على أذنك ما تدخل جوا الأذن، فبالتالي تعطيك راحة يعني شيء مو طبيعي لاستخدامها لساعات طويلة. لكن عيبها في مسألة إنه والله ما تعزل الأصوات الخارجية. فالجيل الرابع راح يكون متوفر بثلاث ألوان، الرمادي والأبيض والأحمر، وأضافوا عليه معرفات الصوتية الجديدة اللي هي 14.3 مليمتر الكيرن A1، زيد عليها تقنية العزل للضجيج سالب 25 ديسبو. جربتها كتجربة أولية، مش يعني صراحة فأشوفها يعني فيها أشياء حلوة صراحة، لكن أحتاج النسخة علشان هذه نجربها ونشوف مراجعتها النهائية. أيضا حط على IPX4 بلوتوث 5.2 واللي تسمح لك بربط جهازين بنفس الوقت. حطوا بعض التقنيات، مثلا أنه راح يركز على ما الثلاث مايكات في مسألة والله المكالمات، وأيضا ناس اللي حابين يسوون بلوجرز ما بلوجرز هذه راح تكون مفيدة لهم مع صفاوة الصوت. زيد عليها أنه حطوا لك خاصية اللو لينتنسي لمحبين الجيمينج، فهذا يقلل من زمن الاستجابة بحيث أنها تكون مناسبة للجيمرز. هذه برضو نحتاج نجربها ونشوفها مع المراجعة. تقنية اللمس للتحكم بعد المضاد بما فيها تقنية العزل للضجيج وغيرها. زيد عليها انه البطارية حسب ما ذكرت لي الشركة انه تعطيك 4 ساعات، شيء كويس، و 22 ساعة من خلال الحافظة. فبطارية بعمر طويل مع الحافظة، وتنشحن من خلال USB Type-C وايضا من خلال الشحن اللاسلكي، وفيها خاصية الشحن السريع في 15 دقيقة تعطيك 2.5 ساعة. صراحة اشوفها ثابتة بشكل جيد، مش ثابتة 100%. تستخدم الـ USB Type-C، الحافظة بتصميم اذا كنت بيل في باز برو، لكن كان طبع اول اشوفها مميزة للاشخاص اللي يبون الاوبن اير، لكن ننتظر ان شاء الله المراجعة النهائية واعطيكم تفاصيل الكاملة. طيب انا اللي يهمني الفيو، الميت فيو. عندنا نوعين، الميت فيو والميت فيو جي تي. ادخل بشكل مباشر على الجي تي، هي عبارة عن شاشة مناسبة الصراحة كمواصفات، كان طبع اولي اشوفها مناسبة، لا تاخذها كمراجعة، كان طبع اولي مناسبة لمحبين الجيمينج وايضا للمالتي ميديا. خليني اعطيك تفاصيل. مقاس ال 34 انش كواد دبليو كواد اتش دي، يعني الترا وايد، بدرجة انحناء 1500 من ناحية انحناء الشاشة. تقدر تتحكم بزوايا العرض لكنها راح تكون جدا محدودة. هذه الشاشة من نوع VA. VA يتميز في السواد ويتميز في زمن الاستجابة، ولكن زوايا الرؤية ما راح تكون للأمثل، لكن بما انها الشاشة منحنية فما اتوقع انها راح تضايق نهائيا. طبعا فيها 156 هرتز للاستفادة، فتعطيك الهرتز العالي. صراحة اللي عجبني فيها الSRGB كان فوق 100%، DCI-P3 راح يكون 98%. لاحظ معي 1.7 مليار من ناحية عدد الألوان، فبالتالي هذه المعايير أحتاج أجربها صراحة. لكن إذا طلع فعلا هذه المعايير صحيحة، هذه الشاشة مو بس جيمينج، هذه الشاشة مناسبة تماما حتى في مسألة الإديتينج والصور والفيديوهات، وايضا فيها فيديو. يعني لاحظ معي باسفل الشاشه تلقى ذي الساوند بار، هو عباره عن نظام ستيريو مع دول مايك، نظام ستيريو بقوه 2.5 واط على كل سماعه، وفيها RGB، والRGB هذا ممكن تتحكم فيه في مستوى الصوت. يعني حركه صراحه للامانه ما جت في بالي، ولكن اشوفها جدا 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 ذكيه. المنافذ المستخدمه هنا ديسبلاي بورت 1.4، الHDMI هنا للأسف 2.0 مش الأحدث بكل تأكيد، وعندك منفذين وهذا برضو شيء حلو، منفذ USB Type-C ومنفذ USB Type-C لعمل هذه الشاشة من خلال هذا المنفذ، فهذا برضو شيء حلو صراحة. الشاشة الثانية هواوي ميت فيو. هذه الشاشة شاشة حلوة صراحة، 28.2 4K Plus، نعم،
ودساي بي 3 راح يعطيك 92%. 3 على 2 مناسب تماما لمسألة البرامج والتصفح، واي بي اس ال سي دي واس ار جي بي 100%. الان الشيء اللي برضو راح تلاحظه انه كلا الشاشتين فيها اتش دي ار، اوكي تمام، اتش دي ار 10. الشيء اللي راح تلاحظه انه فيها 350 نتس جي تي، والديسبلاي عفوا الميت فيو فيها 500 نتس، فهي اعلى في مستوى النظام. الكونتراست درجات التباين في الجي تي اعلى من ما هو موجود في الميت فيو، الشاشه هذه اللي تشوفها قدامك، فمستوى السواد راح يحتاج نجربه ونشوف كيف راح يكون. لكن هذه الشاشه تدعم لك الاشتراك زي ما ذكرنا، وتعطيك 10 بت من ناحيه الالوان. طبعا فيها خاصيه حلوه الون هاب وايرلس، اللي ممكن من خلال القاعده تسوي سكرين شيرنج او تسوي ميرورنج من ما هو موجود في جوالك وفي التابلت على الشاشه هذه، فبالتالي يكون عندك اداره مهام حلوه. فحركه حلوه وحركه ذكيه للامانه، لكن ذكروا انها راح تكون تطبق لعدد معين من مواصفات الهاردوير لاجهزه هواوي، ما قالوا كل الاجهزه راح تدعم هذه الخاصيه. زيد عليها انه فيها 65 واط من يو اس بي تايب سي، واللي يدعم الشحن لجهازك ومساله بث ما هو موجود من خلال جهازك على الشاشه. من ناحيه المنافذ عندك ميني ديسبلاي بورت 1.2 اتش دي ام اي فقط للاسف 2.0 و2 يو اس بي 3.0 وسماعتين بقوه 5 واط مع الدول مايك. كتصميم الامانه حلو، استغلال ممتاز مساحه اطار الشاشه، لكن نحتاج نجرب هذه الشاشات، فالتنوع الشاشات صراحه عجبني من هواوي، اتمنى انهم يتوسعون اكثر. طيب المنتج اللي بعده هو عباره عن اخوين، هواوي واتش 3 وهواوي واتش 3 برو، صراحة ساعات بتغييرات جذرية بأشياء جميلة جدا. خليني أعطيك حبة حبة وعطنا رأيك في خانة التعليقات. أولا في مسألة البطارية، بدخل لك بشكل مباشر في مسألة البطارية، لأنه الهواوي واتش 3 تعطيك 3 أيام و14 يوم. 3 أيام إذا كان استخدامك ثقيل، و5 أيام إذا استخدامك ثقيل مع الواتش برو، 21 يوم مع الاستخدام العادي. طبعا هذه كلام هواوي، نحتاج نجرب ونشوف اداء البطاريه، لكن البطاريه معروف سمعه هواوي في بطاريات الساعه، لذلك اثق فيهم في هذه النقطه صراحه، فبطاريه تكون مميزه للامانه. الشيء اللي برضو راح تلاحظه انه هواوي واتش 3 راح تكون بتصميم مختلف عما هو موجود في 3 برو، راح تلاحظ السماكة الوزن لصالح الواتش 3 مقارنة ما هو موجود في الواتش 3 برو، مثلا 12 و14 مليمتر، وايضا في مسألة الوزن. كلهم راح يقدمون اساور بامكانها تغيير الاساور، وكلها بمعايير ال 5ATM لمقاومة الماء، فهذا خيار ايضا متاح. راح يكون في انواع من ساعة هواوي واتش 3 بما فيها الكلاسيك، الاليت، واللي مثلا الاكتف اللي هي راح تكون بسوار سيليكون، رياضي ما رياضي، مثلا راح يكون في سوار من المعدن، في سوار من الجلد، ففي تنوع في ساعات هواوي. زيد عليها انه راح يكون في نسخه ايضا تدعم ال LTE او ال 4G، واللي يسمح لك بمكالمات فيديو، ما في كاميرا في الساعه لكنه راح يسمحوا لك من خلال خدمه المي تايم. لا، راح يكون فيها 2 من جيجا بايت للذاكره العشوائيه و16 جيجا بايت من ناحيه السعه التخزينيه على كلا النسختين. راح تشوف امكانيات الشاشه الاومليد صراحه المميزه والجميله جدا على كلا الساعتين او كلا النسختين بمعنى اصح، وايضا استخدام نوع من الحمايه للزجاج، وايضا استخدام جوده عاليه صراحه. في اهتمام، في انحناء بسيط جدا في الشاشه في الواتش 3 مقارنه بالواتش 4 الواتش 3 برو، لكن يعني صراحه شاشتين كلهم مميزه. راح يعطونك 100 نشاط رياضي، 17 نشاط احترافي داخل المنزل وخارج المنزل، نسبه الاكسجين للدم راح تكون حاضره، وايضا حراره البشره، مستشعر دقات القلب، نسبه سكر، ما السكر هذه يا اخوان ما شفتها لكن بتاكد منهم مع النسخه النهائيه المراجعه، لانه كثير سالوني عنها، احتاج اشوف وين هذه الخاصيه اللي قلتوا لي عنها اني ما شفتها للامانه. الجدير بالذكر وهو ابرز شيء الهارموني او اس على كلا الساعتين، للامانه افضل بكثير، افضل بكثير من اللايت او اس، لانه صار يدعم لك الاب جاليري في سلاسه ملحوظه، واللي يستخدم ساعات هواوي راح يلاحظ هذا الشيء معها، في سلاسه ملحوظه في التنقل من القوائم وغيرها، صار في قسم خاص بالتطبيقات، صار ايضا فيه متجر يدعم تثبيت التطبيقات من خلال الاب جاليري، فهذا خيار راح يكون متاح.
الفارق اللي شفته ما بين الواتش 3 والواتش 3 برو بجانب السماكة والوزن والفخامة، اجد انه الواتش 3 برو راح تكون اول ساعة في العالم تدعم دول جي بي اس، جي بي اس ثنائي مش واحد، ثنائي يسمح لها انها تكون دقيقة جدا في مسألة التحديد وانت قاعد تمارس رياضة او موقع كاتبها. فهذا الفارق الجوهري، لكن صراحة لو باخذ بقول لك الواتش 3 برو. هواوي كشفت ايضا عن الميت باد 12.6 و10.8، مقاس كبير مقاسين، منافسة التاب 7 والتاب 7 بلس من وجهة نظري، لكن صراحة يعني تصميم جميل للأمانة، وخاصة استغلال ممتاز مساحة إطار الشاشة. لاحظ مكان الكاميرا الأمامية ما حطوه بالشكل الطولي، حطوه بالشكل العرض، واللي الشيء المعتاد اللي نشوفه في قسم اللابتوبات فمناسب لمكالمات الفيديو. راح تلاحظ انه تصميم مختلف في الجهة الخلفية، 8 سماعات بالتعاون مع هارمون كاردن، يعني جودة الصوتيات راح تكون شيء مبهر. 3 كاميرات من ضمنها كاميرا ل3D ديبس عمق الثلاثي الأبعاد، 3 كاميرات بتصميم مختلف أيضا. قلم الجديد للام بنسل واللي يشبك مع التابلت في المغناطيس منطقة، لكن الجديد هنا دقة أعلى من ناحية الاستجابة والرسم والكتابة، زائد أنه بإمكانك استخدام هذا القلم مع منتجات هواوي مع 3 أجهزة في وقت واحد، يعني بإمكانك ربط 3 أجهزة مع هذا القلم في وقت واحد ويعطيك عمر إلى 10 ساعات من ناحية الاستخدام. النسخة الكبرى 10,000 ملي أمبير، والنسخة الصغرى عندك 7,250 ملي أمبير، يدعمان الشحن السريع، ورح يكون فيه شاحن بداخل الصندوق بقوة 40 واط، والشحن اللاسلكي 27 واط، فهذا خيار أيضا راح يكون متاح على كلا الجهتين. شاشة جدا جميلة، وفيه الكيرن 900E النسخة الأكبر، والنسخة الصغيرة راح تكون سناب دراجون 870. طبعا أكيد أنه راح يكون متوفر بواي فاي ونسخة الـ LTE، وهذه الأمانة ما سألتهم فيها، لكن أتمنى أن يوفرون أيضا نسخة الـ 5G، وأتوقع نعم راح يوفرون نسخة 5G لأنه سبق أن سووا هذا الشيء مع سلسلة البرو. برضو من الأشياء اللي صراحة عجبتني هو السمارت كيبورد ماجنتيك المغناطيسي. للأمانة الكيبورد مميز، الكيبورد ككتابة ترابل كي كأنه، فبالتالي كانك الاعتماد عليه في الكتابة مستندات وغيرها. برضو راح تلاحظ انه فيها الهارمونيوس، وهو اللي اقدر اقول لك بدون مبالغة مزيج ما بين شويات الاي او اس وشويات الاندرويد، لكن كواجهة متغيرة بشكل كامل، كصناديق معلوماتية، استغلال ممتاز للمالتي تاسكين، يعني اشوفها افضل بكثير من نظام الاندرويد لما تحطه على التابلت، لانه استغله بشكل افضل من ناحية البطاقات، من ناحية المالتي تاسكين، من ناحية البث اللاسلكي على شاشة، فهذا خيار ايضا متاح. تقدر تربط منظومة هارموني اس ما بين الأجهزة كلها، ولمثلة التواصل ما بين جوالك والتابلت والشاشة أو شاشة التلفاز اللي هي الهارموني اس، الساعة مثلا وغيرها، فهذا خيار أيضا راح يكون متاح. برضو حطوا لك الدوك للتطبيقات، تقدر تثبت فيها تطبيقات الأندرويد، فهذا خيار أيضا راح يكون متاح. فالنظام موعودين فيه، بس نشوف إن شاء الله وش التفاصيل الكثير اللي ممكن تسويه هواوي مع الهارموني اس مثلا دائما اكثر من ناحيه التطبيقات. لكن هذا هو فيما يخص باجهزه هواوي. اسف جدا اني طولت عليكم، لكن حبيت اقدم لكم استعراض كافي، معلومات كافيه لمنتجات هواوي كنظره اوليه. فنشوفكم خير ان شاء الله، مع السلامه.